رجعنا لكم وبرنامجكم الأهلي خط أحمر، وأكيد كلنا بنفكر ماذا يحدث قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، ولكن يبدأ ما يحدث من مستوى النادي الأهلي مؤخرا. بصوا يا جماعة، في أمور أحيانا لا تبرر، وأي حد يعتقد أنه ممكن يطلع بقى يتكلم على إجهاد، أصل ظروف، أصل سوء الحظ، سوء الحظ في المباراة، إجهاد، انت عندك قايمه من بدايه الموسم، التدوير، في لاعبين اصلا ما بيلعبوش، ومش وقت ان احنا بقى نقعد نقول اسماء بالاسم، وما بيستخدموش بره القايمه خالص، ثم بنتحدث عن اجهاد لاعبين اخرين. في عندك مراكز ما فيهاش المستويات والعدد الوافر من اللاعبين. في عندك امور كتير جدا جوه الملعب وبره الملعب ممكن تقف عندها، ولكن انت بتتكلم في زي ما بقول لك شيء لا يبرر. اخر 11 مباراه بتتعادل 7 مباريات، بتكسب 3 مباريات وبتخسر مباراة. نتائج يعني سيئة جدا، سيئة جدا. وإذا حضر العامل الرقمي هنا تجاوز الفكرة. بتلعب بطولة زي السوبر ليج ما بتكسبش فيها مباراة، آخر مباراتين في الدوري بتتعادل، 3 مباريات في دور المجموعات بتتعادل منهم 2 في أفريقيا. فبالتالي يا جماعة، لو البعض يعتقد إن إحنا هنا ممكن نبرر لك ده أو يعني نبيع لك البيعة إن الدنيا تمام والأمور زي الفل، يبقى غلطان. ولكن ما عرفناش لا، ما صعب، اصل القصه مش كده يا جماعه. واحنا في النهايه دايما بنقول هنا احنا بنتكلم بالمنطق وبنتكلم بالعقل، والمنطق دايما مفترض ان محدش يزعل منه، ولكن احنا عندنا بطوله مهمه جدا وهي كاس العالم للانديه. فامتى وازاي ايه يتقال؟ هنتكلم معاكم في بعض الامور الفنيه وتمام، ولكن لازم برضه يا جماعه واحنا بنتعامل الخمس ايام دول، النهارده السبت عندك مباراه يوم الجمعه مع الفائز من اتحاد جده واوكلاند، فلازم تحط المعطى ده في دماغك، واللي فرض عليك ده هو الظرف، هو الظرف ان عندك مباراه مهمه جدا، هي فرصه، هي مباراه حتى مش مرتبطه لا بترتيبك بجدول الدوري، عشان تيجي تقول اصل الدوري مش مرتبطه بترتيبك في افريقيا، او حتى لو انت متصدر بس عندك نتائج سلبيه وطالع بره تلعب في الجزائر، مش مرتبطه باخفاقك في بطولات تانية، هي بطوله مستقله. فمن الذكاء ان احنا بنتعامل نكون حاطين ايدينا على حاجه مهمه، ان الجهاز الفني اللي بنتكلم عنه واللاعبين اللي بنتكلم عنه والمنظومه الاعلاميه والاداريه ومنظومه النادي الاهلي بمختلف قطاعاتها هي دي اللي عندها تحدي مهم جدا يمثل اسم النادي الاهلي، لا يمثل اداره ولا يمثل جهاز فني ولا يمثل لاعبين ولا يمثل حتى جمهور، هو يمثل النادي الاهلي. انت رايح تلعب باسم النادي الاهلي، فلازم كلنا نبقى من الفطنه ومن الحذر ومن الذكاء ان احنا بنتكلم قبل 5 ايام من مواجهه مهمه جدا، بعدها نقدر نتكلم ونقيم ونتكلم في تفاصيل، ولكن في اللحظة دي انقد واتكلم في بعض الأمور، ولكن حط قدامك ان المنظومة دي بكل هيكلها هي أسامة اللي عندها كمان 5 ايام مباراة، ربما قصاد فريق ايضا عنده من التخبطات اللي ممكن تلاقي نفسك كسبت ووصلت لحتة تانية، والبعض يجي يقولك يا عم انت هتكسب. يا جماعة احنا كنا رايحين كاس العالم للأندية مع بيتسو موسيماني وعندنا 6 نتائج سلبية، لا وكنا رايحين نقابل مونتري واحنا ناقصين تقريبا 14 لاعب، ليس كل ما يعرف يقال. كنت في ظروف زي الزفت، نتائج سلبيه، لعيبتك مش موجوده، ورحت وصلت ان انت تحقق برونزيه. هل ده وارد؟ ده اللي يرد عليه الفريق المستوى، ولكن اللي انا اقدر اتكلم فيه يا اسامه ان نتعامل ونقيم، ومش هنقول حاجه مش مقتنعين بيها، ولكن في ضوء الفهم ان انت المجموعه دي هي اللي كمان 5 ايام هتلعب تحدي مهم جدا. بص يا فارس، يعني يمكن انت تعرضت للمنظومه جميعا، والمفترض انا من وجهه نظري اخر حد يكون مسؤول في التصرف او اقل مسؤوليه في التعامل هو الجماهير، لان الجماهير في النهايه مش انا بتكلم في رد فعلهم يا اسامه، ده بالعكس عليهم مسؤوليه كبيره جدا. فهي مش صاحبه او مش صانعه قرار، ولكن هي ممكن تكون مؤثره بشكل طبعا كبير جدا جدا، اكتر من اي عنصر اخر في المنظومه. ده حقيقي، لان هي اللي في ايديها انها تدي الدعم للفريق، حتى لو في بعض الاوقات كنا شايفين ان المردود اللي تم تقديمه لا يستحق هذا الدعم، بس احنا في النهايه بنعشق كيان. انا كان بالامس او مباراه شباب بلوزداد بعد التعادل كلنا كنا في حاله نفسيه سيئه جدا، وتحديدا يعني اصبحنا بنتفرج على مباراه النادي الاهلي الفتره الاخيره، وانت عارف ان في قلق جاي من المباراه، مش مرتاح، مش ده الاهلي.
انا مش مرتاح وانا بتفرج. حتى لو كان مثلا الاهلي سجل جول في نهايه العشر دقائق، او الجول اللي هو اللي بعد بلس 90 بتاع النادي الاهلي ده، برضو كنت هتطلع من المباراه. لا يا جماعه، يعني انا شفت شوط اول كويس، لكن شفت ما هو في الشوط الاول سيء جدا، ان انا بتعامل مع الفرص تعامل لا ليس بقيمه لاعبي النادي الاهلي او بقيمه لاعبي يتواجد في النادي الاهلي. ما ينفعش لما الاقي ثلاث لاعبين رايحين منفردين بالمرمى تقريبا سابقين خط الظهر بالكامل لفريق شباب بلوزداد، وبضيع الفرصه دي وانا جوه الست ياردة، لا ده كارثه الحقيقه يعني. لكن جمعني مكالمه مع احد مشجعي الدرجه الثالثه اللي كانوا موجودين في الاستاد، وانا دايما بتعاطف مع المشجع اللي بياخد قرار في ظروف اقتصاديه صعبه ويحجز تذكرته ويروح لبرج العرب مشوار ومشقه ويوم كامل وانت في اجواء شتويه وتلاقيه خارج، فبقدر جدا انفعالاته وبقدر غضبه. فكان قمه في الغضب، قمه في الغضب. بص، غضب موجه في كل الاتجاهات ولكل عناصر المنظومه بلا استثناء. فبتقول خلاص الراجل كان نفسه يشوف اداء، كان نفسه يشوف روح، مش مهم النتيجه. بالمناسبه انا مشكلتنا في الفتره الاخيره مش بس النتائج اللي هي سيئه، لا انا كمان مشكلتي ان النتائج دي خلفها اداء انا مسؤول عنه مسؤوليه شبه مباشره، فلازم ان انا اقلق. فلاقيه تاني يوم حط ستوري يا فارس يقول لك ايه، نام زعلان صحى زاد عشقه للكيان. كان امبارح برغم الزعل والحزن ده الا انه عارف ان رسالته، انا بحب الكيان ده، انا بحب الفريق ده، انا عايز الفريق ده دايما هو مصدر السعاده بالنسبه لي. عشان كده الجميع، والجميع دايما لما بقولها تعني الجميع، مسؤول عن ظهور النادي الاهلي بشكل يليق بالنادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي الفتره المقبله، خاصه وانت تمتلك كل الامكانيات، لان الفريق ده بالجهاز الفني ده هو اللي قدر ياكل الاخضر واليابس الموسم الماضي. البعض هيقول ان انت الموسم الماضي تعرضت لبعض الهزات، الحقيقه ما كانتش كده. كان فيها هزات بس ما كانش بالسلبيه في النتائج بالشكل ده. لا، كان في ممكن الكيرف كان في البدايه مضطرب طالع نازل، بس انت قادر تقدم حاجه شايفها قدام ممكن تجيب معاك نتيجه، قدرت تعمل استفاقه وقدرت ان انت تحقق نتائج مبهره وحققت كل البطولات. لكن النهارده انا بشوف بعد خساره اتحاد العاصمه الاقي ببدا قدام فريق المصري وهو فريق قوي جدا مع المدير الفني علي ماهر اللي بيكون له يعني دوافع كبيره جدا كعاده المدير الفنيين ابناء النادي الاهلي امام النادي الاهلي، وبتقدم مباراة ممتعة أداء ونتيجة، فخلاص الناس بتصرحنا واتحاد العاصمة ده ماتش لن يتكرر. لا، لقينا الموضوع رايح في سكة صعبة، بدأنا نشوف شوط بيتلعب، فتيجي تقول إيه، يمكن ده لياقة بدنية. فتلاقي في مباريات أنت بتلعب الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول، زي مباراة يانج أفريكانز خارج ملعبك، أنت الشوط الأول سيء أو شوط ما قدمتش فيه أي حاجة تذكر، الشوط الثاني أنت حرفيًا المرة اللي وصلوا بيها لمحمد الشناوي سجلوا وكان في الدقيقة الأخيرة، وكان في نقطة من نقط التهاون المتكررة اللي لازم نقف عندها. ففي أمور فنية فارس أنت مش قادر تحط إيديك. هل هي لياقة بدنية؟ لا، أنا لعبت شوط تاني أمام يانج أفريكانز قوي. طيب هل هي إيه؟ الفكرة إيه؟ الفكرة عدم تركيز؟ عدم تركيز. أنا هنا مشكلتي هنا. أنا قادر كلاعب في النادي الأهلي، كجهاز فني في النادي الأهلي، كأي عنصر من عناصر منظومة النادي الأهلي، إن أنا ده يشتغل بقدرات وبمكانة النادي الأهلي فيترجم على أرض الواقع. لأن الأداء اللي شفناه الفترة الأخيرة مع النتائج السلبية وصلتنا لمرحلة أننا بدأنا نقلق، وجزء كبير من جماهير النادي الأهلي بقى يتشائم فارس، وده مش طبيعة النادي الأهلي اللي كان في عز إخفاقاته حتى موسم الدوري الـ41. احنا كنا بعيد تماما وبنغير مدير فني وجهاز فني ومشاكل يعني لا تشير لتحقيق بطولة، بترجع وبتحقق البطولة. طبعا فأتمنى الفترة اللي جاية دي يكون في عمل دؤوب على فكرة الظهور أمام فريق يعني محتاجين أننا نحقق انتصار عليه، لأن في المواجهات المباشرة دونا عن باقي الفرق السعودية فريق اتحاد جدة بيتميز وبينتصر في المواجهات المباشرة. لكن ثقتنا في اسم النادي الأهلي، ثقتنا في أن النادي الأهلي قادر أن هو في وقت شدة تظهر معدن مختلف ممكن تعمل مباراة تحول لك وجهة الموسم تماما.